السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة أخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. مرحبا بكم، والبداية مع أهم العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد يودع السفير البحريني المعتمد لدى السلطنة بمناسبة انتهاء مهام عمله. بإنجازات طبية على الصعيدين المحلي والخارجي، مستشفى جامعة السلطان قابوس يحتفل بيوبيله الفضي. الدول العربية تطالب منظمة الصحة العالمية بدعم البنية الأساسية للقطاع الصحي في فلسطين. إلى التفاصيل، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد سعادة السفير محمد صالح الشيخ سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة. وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني، مما سهل له أداء مهام عمله، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة بالمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات الأخوية بين السلطنة ومملكة البحرين، وعن أصدق التمنيات له بالتوفيق في عمله المستقبلي وللشعب البحريني الشقيق كل التقدم والازدهار. احتفالا بمرور 25 عاما على إنشاء مستشفى جامعة السلطان قابوس وما تحقق من إنجازات على صعيد الخدمات الصحية بالمستشفى، أقيمت بمستشفى السلطان قابوس أمسية فنية اشتملت على العديد من الفقرات الفنية رعتها معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي. في أمسية جميلة من أمسيات جامعة السلطان قابوس، كان الحضور على موعد مع احتفالية رائعة بمناسبة مرور 25 عاما على افتتاح مستشفى جامعة السلطان قابوس، والذي افتتح في عام 1990 تحت الرعاية السامية الكريمة لعاهل البلاد المفدى أيده الله. رفع مستوى الخدمة المقدمة، وسنقوم إن شاء الله بعمل مجموعة من المراكز الطبية المتخصصة وخاصة في أمراض القلب وأمراض الأعصاب وأمراض الدم وكذلك أمراض الحوادث والعقم، وكذلك سنركز على بعض البرامج التخصصية مثل أمراض زراعة الكلى. أنا كثير فخورة أني أنا أشوف المستشفى لأي درجة تطور، التوسعات اللي حصلت، الإنجازات اللي حصلت، تحسسني بالفخر، تحسسني بالسعادة، تحسسني بأني أنا أتشرف أني أكون جزء من الكادر اللي يعمل في هذا المستشفى. خمس لوحات وطنية في هذه الاحتفالية، تناولت اللوحة الأولى النهضة المباركة والتعليم والصحة وما تحقق من منجزات في هذه المجالات، فيما تحدثت اللوحة الثانية عن افتتاح جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي، وجاءت اللوحة الثالثة عن تخريج أول دفعة من طلاب جامعة السلطان قابوس في تخصص الطب. أما اللوحة الرابعة فكانت رسالة شكر للأطباء على رسالتهم الطبية وما يقدموه من جهد في سبيل علاج المرضى، فيما كان مسك الختام بلوحة وطنية حملت عنوان قابوس سلطان القلوب، ليتفاعل الحضور مع هذه اللوحات الوطنية المعبرة في صورة عفوية رائعة. التكريم دائما يكون دافع لكل موظف على العطاء الأكثر، فكل ما يعطي الإنسان يكرم كل ما يعطي أكثر إن شاء الله، ولو أنه ما يحتاج الإنسان للعطاء عشان يبذل، ولكن التكريم مهم جدا. المستشفى الجامعي وهو يحتفل باليوبيل الفضي في هذا العام، فإنه يشهد تنفيذ مجموعة من المشاريع الصحية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة من المستشفى، والتي تتمثل في إنشاء المركز الوطني العماني لأمراض الدم وزراعة النخاع إلى غيرها من المشاريع الأخرى. الخطة الخمسية القادمة ستركز على الكم والنوع في مجالات البحوث الطبية بالمستشفى الجامعي. محمد بن سعيد العلوي، جامعة السلطان قابوس.
ناشدت جامعة الدول العربية منظمة الصحة العالمية ممثلة في مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بدعم البنية الأساسية للقطاع الصحي في فلسطين وتعزيزها بالتجهيزات الطبية في ظل ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متكرر. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة 43 لمجلس وزراء الصحة العراق في القاهرة، والذي شاركت فيه السلطنة بوفد ترأسه سعادة الدكتور محمد بن سيف الحسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. دواء آمن وفعال ومتاح اقتصاديا، مبادئ ينشدها الوطن العربي الذي تشكل احتياجاته الصحية حقا تكفله الدساتير والقوانين. وزراء الصحة العرب مجتمعون بالقاهرة لبحث التكامل العربي في مجال الدواء في إطار الدورة 43 لمجلس وزراء الصحة العرب. هناك العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا للارتقاء بنظم وجودة الخدمات الصحية، الأمر الذي يتطلب منا توحيد الجهود المشتركة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من المواطن العربي. الحق في الحياة، الحق في الأمن ورعاية الصحية، الحق في العلاج، الحق في البيئة الصالحة، الحق في التغطية الصحية، الحق في العلاج للأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، الحق في ولوج العلاجات ذات الجودة. ناقش الوزراء الأوضاع الصحية والإنسانية في فلسطين إلى جانب التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في تونس هذا العام. أناشد كذلك دعم البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين وتعزيزها بالتجهيزات الطبية وتدريب الكوادر الصحية لتوفير خدمات صحية متميزة للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متكرر. نحمد الله أن حازت سلطنة عمان مراكز متقدمة في مجال النظم الصحية وكذلك في مجال الرعاية الصحية الأولية، ويشار إليها بالبنان الآن في مجال كفاءة النظام الصحي ومجال الرعاية الصحية الأولية، وهي لا شك مستعدة لمد يد العون في ما حققت وفي أي مجال نستطيع لأشقائنا العرب. كما بحث الوزراء الاستراتيجية العربية لمكافحة فيروس الإيدز والإيبولا. كان هناك توجه ووجهة نظر عربية عامة إلى ضرورة أن نتضافر في مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للقارات والعابرة للحدود، وكان هذا متمثلا في الإجماع والموافقة على إنشاء المركز العربي المرجعي للأبحاث الطبية وأن يقام على أرض مصر. وكان المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب قد تبنى مبادرة مصرية بعنوان أطباء الرحمة لجمع شباب الأطباء لتقديم الخدمات للدول التي تمر بكوارث كفلسطين وليبيا. الخدمة الصحية اللائقة فرض عين على الحكومات العربية تجاه مواطنيها لارتباط هذا الملف بدعائم البناء والتنمية التي تصب محصلتها في النهاية في دوائر الأمن القومي العربية. من جامعة الدول العربية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. شنت القوات اللبنانية عمليات عسكرية واسعة على الحدود مع سوريا، تمكنت خلالها من صد تسللات لجماعات مسلحة على قراها الحدودية وأبرزها عرسال. في الأثناء زودت القوات الأمريكية لبنان بخمس طائرات نفاثة لدعم جهودها في خط الجبهة ضد المسلحين. نفذ الجيش اللبناني عملية نوعية في جرد رأس بعلبك، تمكن في خلالها من السيطرة على تلال استراتيجية مستخدما غطاء مدفعيا كبيرا ومرتكزا على غطاء بري وجوي ومدفعي. وكان الجيش قد صد ثلاث محاولات تسلل على مواقعه في جرود رأس بعلبك الموازية لعرسال. ورغم أن المؤشرات على الأرض لم تكن ترجح أن تهدأ الحدود اللبنانية السورية في جرود السلسلة الشرقية والممتدة على حوالي 30 كيلومتر، فإن خطوط المواجهة ستبقى قائمة على طول الحدود طالما أن المقاتلين يعتمدون هذه النقاط لتأمين طرق إمداد لهم. المعركة هناك مستمرة بين كر وفر، تارة الجيش اللبناني يحاول أن يتقدم ليمنع هجمات المسلحين، وتارة المسلحين سوف يحاولون الاعتداء على الجيش اللبناني وفرض أمر واقع. نحن نعتقد بأن هذه الجبهة قد فتحت لا لتغلق خلال وقت قصير،
بل هي يعني ممتدة طالما الأزمة السورية يعني ممتدة أيضا. وفي ظل احتدام الجبهات بين الجيش اللبناني والمجموعات المقاتلة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد لبنان بخمس طائرات نفاثة من طراز F-5 التي لا تزال قيد الخدمة، لتنضم إلى مجموعة من الأسلحة الحديثة نسبيا وصلت إلى لبنان من فرنسا. الجيش اللبناني ومخابرات الجيش والأجهزة الأمنية بذلت جهودا كبرى خلال الفترة الماضية لا لمنع هؤلاء المجموعات من الوصول إلى جبهات القتال في العراق وفي سوريا وفي سواها، بل يعني كان الهدف الأساسي منها هو يعني منع تحركهم في لبنان. وأنا أعتقد بأن الجيش اللبناني نجح في ضرب العديد من الخلايا والشبكات النائمة وغير النائمة التي كان يمكن أن تعبث بالأمن اللبناني. والمؤكد أن القوى اللبنانية تبذل جهودا لا لمنع المجموعات المقاتلة من التوجه إلى جبهات القتال، بل الهدف الأساسي هو منع تحركها في الداخل اللبناني. المعركة في السلسلة الشرقية بين المسلحين والجيش اللبناني مستمرة بين كر وفر، فيما يفيد المراقبون أن الجبهة فتحت لا لتغلق. نادين نصر الله، تلفزيون سلطنة عمان، بيروت. قتل شخص وصيب سبعة آخرون في سلسلة تفجيرات بعدة أحياء بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال مصدر أمني مصري إن خمسة تفجيرات استهدفت مطعما ومكاتب لشركات هواتف ومركزا للشرطة، مضيفا أن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا في الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الانفجارات. قتل جندي تركي ومدني أفغاني في هجوم انتحاري استهدف موكبا لمسؤول تركي في حلف شمال الأطلسي بالعاصمة الأفغانية كابول. وأوضح متحدث باسم شرطة كابول أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة اصطدم بسيارة الدبلوماسي التركي إسماعيل أرماز لدى مرورها بحي السفارات في كابول، مشيرا إلى أن السفير التركي لم يكن في السيارة وقت وقوع الهجوم. من جهتها تبنت حركة طالبان الهجوم، إلا أنها أكدت أنه كان يستهدف القوات الأجنبية وليس الأتراك. أعلنت أوكرانيا عن البدء في سحب أسلحتها الثقيلة من أراضيها الشرقية على خط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا، تطبيقا لاتفاقات السلام الأخيرة المبرمة في مينسك. وأفادت رئاسة أركان الجيش الأوكراني بأنها سحبت المدافع ذات العيار 100 مليمتر من خط التماس، مضيفة أنها خطوة أولى نحو سحب الأسلحة الثقيلة الذي سيجري تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بدورها أكدت الرئاسة الأوكرانية استعداد قواتها لمراجعة الجدول الزمني لسحب الأسلحة في حال محاولة الانفصاليين الموالين لروسيا شن هجوم ضدها. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعونا فيها بعد قليل. مسابقة الرياضة المدرسية على مستوى السلطنة تسدل الستارة على فعاليتها بمحافظة البريمي. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع السفير البحريني المعتمد لدى السلطنة بمناسبة انتهاء مهم عمله. بإنجازات طبية على الصعيدين المحلي والخارجي، مستشفى جامعة السلطان قابوس يحتفل بيوبيله الفضي. الدول العربية تطالب منظمة الصحة العالمية بدعم البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين.
أهلا بكم من جديد. اختتمت على مضمار سباق الهجن بولاية بركة فعاليات ركض العرضة ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن والذي تنظمه الهجانة السلطانية. المهرجان والذي شارك فيه لهذا العام 1076 ناقة اشتمل على عدد من الفقرات التي تجسد موروث البادية. رعى الحفل سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة. بمشاركة واسعة من أصحاب وملاك الهجن من مختلف ولايات السلطنة اختتم على مضمار الفليد بولاية بركة فعاليات ركض العرضة والتي تواصلت على مدار 5 أيام ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية والتي ينظمها شؤون البلاط السلطاني ممثلا في الهجانة السلطانية كدعم مباشر للحفاظ على هذا الموروث والذي يحظى باهتمام شريحة كبيرة من أبناء المجتمع. جهود واضحة من شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية للاهتمام بهذا الموروث، وحقيقة الهجانة السلطانية على امتداد موسم كامل تنظم العديد من السباقات سواء كانت السباقات العادية أو السباقات مزاينة وركض العرضة، وهذا يأتي امتثالا للأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان للاهتمام بهذا الموروث. ما نشاهده اليوم حقيقة من مشاركة واسعة من أبناء السلطنة وكافة المحافظات يدل على أن العمانيين ما زالوا متمسكين بهذا الموروث. تفاصيل مهارات ركض العرضة جسدها عدد من الشباب العماني في استعراض حي ومباشر وهم يمتطون أصائل النوق العمانية من فئة الثنايا والحول. عدد المشاركين كانوا تقريبا يقارب 1500، إلا أن بعد انتقاء البوش العرضة يعني بالصفات التي تختص بها تتميز به نوق العرضة كان عدد النوق الفائزة 1076 ناقة يعني. وبما أن طبعا هذا السباق من السباقات المهمة والسباقات القديمة والتراثية فاعتنت الهجانة بها لكي تبرزها وتحافظ على هذا التراث يعني. تجسيد موروث البادية كان حاضرا من خلال الفنون التقليدية العمانية المغناة، حيث همبل البوش والشلات البدوية وفن العيالة، إضافة إلى القصائد الشعرية التي أمتعت الحضور، ليختتم المهرجان بتكريم الفائزين من أصحاب وملاك الهجن المشاركين. إسدال الستار عن فعاليات ركض العرضة ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن، سيكون أصحاب ومربو الهجن على موعد مع الكأس الختامي على كأس جلالة السلطان المعظم نهاية الشهر المقبل على مضمار الفليج لسباقات الهجن. عبد الله بن عامر الويهي من مضمار الهجانة السلطانية ولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. استعراض العلاقات الطيبة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومسيرة التعاون العسكري القائم بين السلطنة وجمهورية تركيا الصديقة كان أبرز محاور اللقاء بين معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه في معسكر المرتفعة مع سعادة حسن كمال ياردمجي نائب وزير الدفاع بجمهورية تركيا الصديقة والوفد العسكري المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة حسن كمال ياردمجي نائب وزير الدفاع بجمهورية تركيا الصديقة والوفد العسكري المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. وتم خلال اللقاء بحث وجهات النظر وبحث الأمور المشتركة بين الطرفين. كما استقبل سعادة السيد سعيد بن إبراهيم البوسعيدي نائب محافظ مسقط الرائد بحري علي تونا بايسال قائد الفرقاطة التابعة للبحرية التركية، وذلك خلال زيارته للسلطنة. وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر وبحثا عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما قدم سعادته للضيف نبذة عن محافظة مسقط والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع وما تتمتع به ولايات المحافظة من معالم تاريخية وسياحية وحضارية عديدة تشهد على تاريخها العريق وحاضرها المشرق.
نظم مركز المحاكاة الطبية التابع للمجلس العماني للاختصاصات الطبية ولمدة 3 أيام البرنامج التدريبي حول الإدارة والدعم الطبي للأزمات والكوارث. البرنامج الذي اختتم اليوم يعد من أهم البرامج في مجال الوقاية من المخاطر المحتملة لمختلف الأزمات والكوارث من الناحية الطبية والصحية. شارك فيه 22 متدربا من مختلف الفئات الصحية. بعد اختيار السلطنة كثاني دولة خليجية لتقديمه وبعد اعتماده والاعتراف به كمركز إقليمي من قبل مجموعة دعم الحياة المتقدم البريطانية، نفذ مركز المحاكاة الطبي التابع للمجلس العماني للاختصاصات الطبية البرنامج التدريبي حول الإدارة والدعم الطبي للأزمات والكوارث على مدى 3 أيام. هذا دورة من تعتبر أكثر من مهمة، هذا دورة أساسية، ويعني في حالة حدوث الإصابات الجماعية لا سمح الله أو الكوارث، يعني المستجيب لابد أن يكون ملم بأساسيات وأخلاقيات الاستجابة الطبية. تدريب طاقم عماني من مختلف الفئات الصحية من أطباء وممرضين وإداريين على الاستجابة المثلى عند وقوع الحوادث الكبرى وتأهيل عدد منهم ليكونوا مدربين معتمدين دوليا أبرز أهداف هذا البرنامج. هذه الدورة تهدف إلى الاستجابة السريعة والمنظمة في حالة حدوث الطوارئ والكوارث لا قدر الله، وهذا من شأنه يقلل حجم الأضرار. التعليم النظري والتطبيق العملي بشكل يحاكي الواقع لأزمات طبيعية أو بشرية من المتوقع حدوثها هي أهم ما تناوله البرنامج التدريبي خلال تنفيذه في مركز المحاكاة الطبي واستاد السيب الرياضي. استفادتي من هالبرنامج استفادة جيدة، لأن أعطتنا تطلع على نظام تنظيم أو تنظيم الكوارث اللي ممكن يطبق في عمان، على أمل أنه يكون نظام موحد في كل أنحاء السلطنة. استفادة عملية ونظرية مبدئيا في مسألة طريقة تنفيذها، الجهات المعنية المنفذة لها، وطريقة تصنيف الحالات في حالة حدوث أي كارثة لا سمح الله. المركز يسعى إلى تقديم البرنامج ليشمل جميع محافظات السلطنة باعتبارها من الضروريات الملحة للاستجابة لأي طارئ. وسينفذ هذا البرنامج التدريبي الإدارة والدعم الطبي للأزمات والكوارث سنويا وعلى 3 فترات وبمشاركين آخرين طوال أيام السنة. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط. إنشاء مركز الإبداع الطلابي وقاعات دراسية بالإضافة إلى فصول دراسية أبرز مناقشات اللقاء المفتوح الذي نظمته كلية العلوم التطبيقية بصور. اللقاء الذي جمع قطاع الصناعة والأعمال هدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي لرفد السلطنة بأجيال مهيئة أكاديميا ومهنية. رعى فعاليات اللقاء سعادة الشيخ مسلم بن سعيد المحروقي والي صور. تطوير منظومة التعليم العالي وتنمية وصقل مهارات الطلبة كان محور اللقاء المفتوح الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة جنوب الشرقية، نظمته كلية العلوم التطبيقية بصور بالتعاون مع قطاع الصناعة والأعمال بالمحافظة. طبعا يأتي هذا اللقاء لتأكيد مفهوم الشراكة بين كلية العلوم التطبيقية بصور وقطاعات العمل الحكومية والخاصة، وتأكيد للدور البارز لكليات العلوم التطبيقية عامة في رفض سوق العمل بالمخرجات وبالكفاءات الشابة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل. تطرق اللقاء إلى الخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات 3 القادمة، من بينها بناء مركز الإبداع الطلابي والذي سيحتوي على صالات عرض وقاعة لحلقات العمل ومرسم بالإضافة إلى ناد ترفيهي. يهدف هذا اليوم المفتوح التعريف على التخصصات الموجودة بالكلية والمراكز الأكاديمية المساندة، كذلك المهارات التي يتمتع فيها الطالب والخريج بالكلية.
الإشغال المتزايد على القاعات الدراسية في الكلية سيحتم إنشاء قاعات دراسية تستوعب نحو 150 طالبا، كما سيتم بناء 12 فصلا دراسيا جديدا، إضافة إلى أن الكلية بصدد إنشاء أحدث الاستوديوهات الرقمية وفق المعايير العالمية المعتمدة في هذا الإطار. مبادرة بنك الخبرة هي حملة تطوعية لجمع الخبرات. طبعا هناك العديد من المنضمين لمؤسسات القطاع الخاص والعام ممن يمتلكون من الخبرات التي يمكن لم تستفاد فعليا في بيئات التعليم، والغرض هنا أن نحمل هذه الخبرات ونوثقها ونحتفظ بها ليستمع إليها طلابنا في مؤسسات التعليم. الاهتمام بالمرافق التعليمية يمثل حجر الزاوية في إيجاد بيئة تعليمية محفزة وقادرة على رفض السلطنة بأجيال مهيئة أكاديميا ومهنيا. محمد بن ناصر الخليلي. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل موسى اللواتي. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا قيس وبثينة، أهلا بكم وتتابعون في النشرة الاقتصادية. بأكثر من 6 ملايين هاتف نقال، أعداد المنتفعين بخدمات الاتصالات بالسلطنة تسجل ارتفاعا بنهاية العام الماضي. ارتفع عدد المنتفعين بخدمات الاتصالات بالسلطنة بنهاية العام الماضي، حيث تخطى إجمالي خطوط الهواتف النقالة 6 ملايين خط، كما ارتفع عدد المنتفعين النشطين بالإنترنت للنطاق العريض بالهاتف المتنقل لأكثر من 2,800,000 منتفع. التفاصيل مع انتصار الشبلية. سجلت السلطنة ارتفاعا في عدد المنتفعين بخدمات الاتصالات بنهاية العام الماضي، حيث تجاوز عدد خطوط الهواتف النقالة 6 ملايين خط، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 10.3% مقارنة بالعام 2013. وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي خطوط الهاتف الثابت المسجلة خلال العام 2014 تجاوزت 300,000 خط، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 6.8%. خدمة الإنترنت هي الأخرى شهدت ارتفاعا في الاستخدام، حيث تجاوز عدد المنتفعين بها 180,000 منتفع. الرقم الأعلى في الانتفاع النشط بالإنترنت سجله الهاتف المتنقل، حيث وصل عدد المنتفعين النشطين بالإنترنت للنطاق العريض بالهاتف المتنقل إلى ما يقارب 3 ملايين منتفع، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 18.4%. النمو المسجل في عدد مستخدمي خدمات الاتصالات بالسلطنة يعكس تنامي أهمية هذا القطاع في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات، مع الخطط الرامية إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية وإنجاز جميع المعاملات الحكومية والتجارية بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرا على أن سوق الاتصالات في السلطنة من الممكن أن يستوعب عددا أكبر من المشغلين. شهد مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير ليستقر عند مستوى 6559 نقطة، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 167,654,000 ريال عماني، بعد أن تداول المستثمرون أكثر من 560 مليون سهم. سعود المعولي والتفاصيل. حالة من الترقب والانتظار من قبل المستثمرين، وذلك بانتظارهم صدور البيانات المالية للشركات بالإضافة إلى التوزيعات المالية وتفاصيل البيانات السنوية المنتهية لعام 2014. تباطؤ المحفزات الاستثمارية خلال التداولات اليومية أعطى بطء شديد في حركة التداول، وتراجعت الأسعار كثير من الأسهم خلال الأسبوع
الأخير من العام من شهر فبراير، وهو السبب الرئيسي كان في حركة التداول والتراجعات أسعار. أحجام وقيم التداول كانت أقل من شهر يناير، وذلك بأن معظم المستثمرين ينتظرون التوزيعات النقدية، خاصة أن جزءا كبيرا منها سوف يعاد استثماره في السوق خلال الفترة القادمة. عامة الفترة الحالية هي فترة ارتفاع الأسعار مع جني أرباح في نفس الوقت، ومع يعني توزيعات المتوقعة خلال الشهر ثلاثة إن شاء الله في أرباح مجزية جدا ومقبولة ومشجعة كثير للمستثمرين في سوق مسقط الأوراق المالية. المؤشر العام حافظ على مستوياته الجيدة، ولكن لم يستطيع أن يستقر فوق 6600 نقطة لفترة طويلة. في المقابل يبقى ثاني أفضل سوق من بين أسواق المال الخليجية من حيث الأداء خلال الشهرين الماضيين بعد السوق السعودي. ما زالت شهية المستثمرين نحو اقتناص الفرص الاستثمارية تنتظر إشارة الدخول لحين ظهور الرؤية عند المستثمرين في ضمان ثبات أسعار النفط العالمية فوق 60 دولار ونتائج الربع الأول من هذا العام. هذا يعني بأن السوق في الفترة القادمة لن يتعرض لأي تذبذبات عالية قد تلحق به أي ردات فعل سلبية. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم من جديد. ارتفع سعر نفط عمان بمقدار $2.77 ليصل إلى $58.83، وذلك عن تسليم شهر إبريل القادم. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن هذا الارتفاع يأتي بعد انخفاض سعر البرميل تسليم شهر مارس الجاري، والذي بلغ القادم والذي بلغ $46.73 للبرميل. عالميا ارتفعت أسعار النفط صوب $62 للبرميل وسط مؤشرات على انتعاش قريب في الطلب، مما بدد تأثير زيادة المخزونات الأمريكية التي تبرز وفرة المعروض حاليا. وارتفع خام برنت 30 سنتا ليصل إلى $61.93 للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي 57 سنتا ليهبط إلى $50.42 للبرميل في أعقاب مكاسب تجاوزت 3% في الجلسة السابقة. بعد أقل من عام على إعلان تحالفهما، أعلنت شركتا مزايا الكويتية والدومينيكايا التركية عن مشروعهما العقاري الأول رتم إسطنبول، والذي تقترب قيمته من 1 مليار ليرة تركية، وذلك في الجانب الآسيوي من إسطنبول. التفاصيل مع منصور السعدي. عند الجسر الرابط بين اسطنبول الآسيوية والأوروبية وفي أحد البقاع حيوية، أعلنت شركة المزايا الكويتية ودومينكايا التركية عن إطلاق مشروعهما المشترك ريتيم اسطنبول بتكلفة تقترب من 1 مليار ليرة تركية. المشروع يضم أبراجا سكنية وأخرى مكتبية بالإضافة إلى مركز تجاري، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه في عام 2016. 30% من المشروع تم بيعه حتى الآن، على أن يتم بيع بقية الوحدات اعتمادا على الطلب الداخلي القوي في تركيا وعلى المشترين الخليجيين. نهاية النشرة الاقتصادية، وهذه عودة إلى الزملاء قيس وبثينة وبقية أخبار النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا موسى.
بالتنسيق مع القطاع الخاص، بادرت مدرسة عائشة بن طلحة للتعليم الأساسي بولاية بهلة إلى إدخال التقنية الإلكترونية كأداة من أدوات التعليم. وتأكيدا على أهمية هذه التقنية الحديثة، نظمت المدرسة ندوة حملت عنوان نحو تعليم إلكتروني هادف. رعى الفعاليات معالي الشيخ محمد بن عبد الله هنائي مستشار الدولة. الطالبة جهاد تدخل صفها الدراسي بصحبة أخواتها الطالبات في مدرستهن، مدرسة عائشة بن طلحة للتعليم الأساسي بقرية الغافات بولاية بهلة، بحماس وقاد بعد أن سعت إدارة المدرسة وبالتنسيق مع القطاع الخاص إلى توفير أجهزة تعليمية تقنية متنوعة. توجه بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتهم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وأيضا للأفراد الداعمين لمبادرة تفعيل التقانة الحديثة بمدرسة عائشة بن طلحة في خدمة العملية التعليمية التعلمية، مما يتواكب مع جهود وزارة التربية والتعليم التي تسعى بصورة مستمرة للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لأبنائها الطلبة والطالبات وتوظيف التقانة الحديثة خدمة لرسالة العلم والتعليم. التقنية التي تم إدخالها في المنظومة التعليمية بالمدرسة تركت أثرها المباشر على مستوى الأداء والتحصيل العلمي، حيث يجد الطالبات أنفسهن أثناء الحصة الدراسية أمام نمط متطور في التعليم بفضل الأجهزة الإلكترونية المدخلة. استخدامنا للتقانة بشكل إيجابي ورائع كان له تأثير على الطالبات، فهو ينمي الإدراك الحسي للطالبات من خلال الرسوم والصور والأشكال التوضيحية، كما أنه يهيئ الطالب والطالبة لمواجهة العالم الحقيقي الذي نراه الآن، عالم حقيقي مليء بالتقنيات التكنولوجية، حيث أن جميع التخصصات والمجالات تتطلب معرفة تامة بالتقنيات الحديثة. لم يتوقف دور المدرسة عند توفير الأجهزة التقنية، بل سعت إلى تسليط الضوء على أهميتها من خلال ندوة متخصصة حملت عنوان نحو تعليم إلكتروني هادف، تناولت أبعاد التقانة الحديثة وطرق استخدامها في المدارس. الطالبات أيضا سجلن فرحتهن بالمشهد التعليمي الجديد، وقدمن لوحات فنية عبرت عن سعادتهن، فيما كان التكريم حاضرا للداعمين لهذه المبادرة. دعم القطاع الخاص لمختلف البرامج التعليمية يأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية، ويعكس الشراكة القائمة بين مختلف القطاعات للرقي بالمنظومة التربوية والتعليمية. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية بهلة. اختتمت وزارة التربية والتعليم فعاليات مسابقة الرياضة المدرسية على مستوى السلطنة، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البريمي طوال 6 أيام. المسابقة شهدت تنافسا طلابيا بين 9 محافظات في رياضات كرة القدم وكرة السلة والطائرة بهدف تنمية الطلاب بدنيا وعقليا. العقل السليم في الجسم السليم، مقولة حفظت في الآثار وصدقتها الأقدار. وها هي وزارة التربية والتعليم في تنظيمها السنوي لمسابقة الرياضة المدرسية تؤكد على الأهمية المحض لإعداد الطالب بدنيا من خلال الرياضة، فالعلم قوامه الأخلاق وقوام العقل هي الرياضة. العملية التعليمية هي عملية كاملة تغطي الجانب التحصيلي الدراسي وايضا الجانب البدني والجانب النفسي، فبالتالي هذه البطولات تعمل على تحقيق هذه الجوانب من حيث اكتشاف المواهب، من حيث اعطاء مجال للطلاب للتعبير عن هواياتهم، للتعبير عن امكانياتهم الرياضيه في هذا الجانب. لجنه الرياضه المدرسيه لها دور كبير في عمليه تنميه هؤلاء الفتيه سواء ذكورا ام اناثا من ناحيه العقلية في جانب التحصيل الدراسي، وكذلك حتى على مستوى الجانب البدني، فهم هؤلاء الفتية بالتأكيد هم نواة هذا الوطن. 417 طالبا وطالبة منبثقين عن 9 محافظات احتفت بهم تعليمية البريمي طيلة 6 أيام، كانت الرياضة لحمتهم وكفيلهم. جاء تنافسهم شريفا بروح رياضية عاكسين ثقافة التربية والتعليم بين كنفات هذه القاعة المغلقة. رياضات كرة اليد والقدم والكرة الطائرة كانت الشاهد الأهم على حب التدريب والتعليم في هذه التظاهرة الطلابية.
كل حدث تربوي قبل كل شيء، هنا تصقل المهارات الرياضية، هنا تصقل حصص التربية الرياضية، المهارات التعليمية التي تقدم لهؤلاء أبنائنا الطلاب في خلال حصص التربية الرياضية. هنا تصقل حقيقة على شكل فرق جماعية تنافسية، الترابط الاجتماعي الحاصل بين المحافظات. تكون هذه الثقة موجودة أصلا في نفسهم لأنهم حصلوا مثلا على مراكز متقدمة، بالتالي ما في خوف منهم وما في خوف عليهم أنهم يدخلوا المنتخبات الوطنية العمانية المنافسة على المستوى الإقليمي أو الدولي أو العالمي أو الخليجي. أبعاد هذه المسابقة الرياضية ذهبت أبعد من الرياضة ذاتها، فاكتشاف مواهب الطلاب وإظهار قدراتهم وتعزيز المهارات وتحفيز المعنويات كانت في خضم صلب هذه المسابقة والتي حازت على الرضا البالغ. ولأن الختام لا يكون إلا مسكا، كرم الأبطال ورفعت الكؤوس ومعها شمخت الرؤوس، وفي الأخير كان الإجماع بقوة صخب الجمهور أن بطولة الرياضة المدرسية لا خاسر فيها. عيسى بن خلفان الكعبي من المجمع الرياضي بمحافظة البريمي. وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع السفير البحريني المعتمد لدى السلطنة بمناسبة انتهاء مهام عمله. بإنجازات طبية على الصعيدين المحلي والخارجي، مستشفى جامعة السلطان قابوس يحتفل بيوبيله الفضي. والدول العربية تطالب منظمة الصحة العالمية بدعم البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين. شكرا لمتابعتكم، في حفظ الله، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. فرص لأمطار الخير يتوقع أن تشهدها بعض المحافظات الشمالية للسلطنة، وذلك بسبب تأثرها بأخدود منخفض جوي يؤثر على طبقات الجو العليا مثلما نلاحظ هنا من تحاليل آخر خرائط الطقس. ويتوقع أن تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا تدريجيا من مساء يوم غد الجمعة وحتى نهار السبت، مع فرص لأمطار متفرقة ونشاط للرياح الشمالية بشكل عام التي تكون مثيرة للأتربة والغبار خصوصا في المناطق المكشوفة، وأيضا قد تتسبب في ارتفاع موج البحر خصوصا على سواحل محافظة مسندم وسواحل السلطنة المطلة على بحر عمان. ومباشرة إلى التوقعات للنهار القادم وحركة الرياح، مثلما نلاحظ هنا نشطة على الوسطى وظفار، شمالية غربية تصل إلى 15 عقدة مثيرة للأتربة والغبار، وحالة البحر على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر. هنا في محافظة مسندم الرياح نشطة بالفعل، تصل إلى 30 عقدة غرب المحافظة رياح شمالية، وبالتالي يكون البحر في حالة من الهيجان ويصل إلى 3 أمتار. الحال ذاتي هنا على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان بين 15 إلى 20 عقدة، والبحر هائج الموج ويصل إلى 3 أمتار، ولا ينصح أبدا بارتياده في مثل هذه الظروف الجوية. إذن مباشرة إلى التوقعات بالتفصيل، فرص لبعض الأمطار المتفرقة على مسقط خلال المساء 24 درجة مئوية، وأيضا جنوب الباطنة قد تشهد بعض الأمطار خلال فترة المساء وشمال الباطنة أيضا مثل ما نشاهد هنا، ودرجات الحرارة تبقى حول منتصف العشرينات في محافظة مسندم خصب 24 درجة أيضا مع فرص لأمطار متفرقة. في شمال الشرقية إبرة 27 درجة مئوية مع بعض السحب خلال فترة المساء. بالنسبة لمحافظة الداخلية هناك فرص أيضا لبعض الأمطار خلال فترة المساء في نزوة وجبل شمس
عبري 26 درجة مئوية مع احتمال انتشار بعض السحب، وكذلك والحال هنا في البريمي فرص أقل بالنسبة للظاهرة والبريمي، ولكنها حاضرة أيضا خلال ساعات المساء بمشيئة الله. بالنسبة لمحافظة ظفار في صلالة 32 درجة مع احتمال تدفق بعض السحب المنخفضة على المناطق الساحلية والجبلية، 31 في ثمريت مع أجواء مغبرة نسبيا، وأيضا في هيمة 31 درجة مع أجواء مغبرة. بالنسبة لجزيرة مصيرة احتمال تواجد بعض السحب المنخفضة ودرجات الحرارة تبقى عند أوائل الثلاثينات 25 هنا في الأشخرة. وفي صور بجنوب الشرقية فرص لبعض الأمطار المتفرقة خصوصا خلال فترة المساء. إذن دائما وأبدا نقول هذا والله أعلم. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.